بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل وإياكم إخواني طلاب الصف الثاني عشر الأدب والتجاري وجميع الفروع عدا العلم والصناعي مناقشة مادة التكنولوجيا. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نناقش الدرس الأخير من دروس الكتاب أو من دروس المقرر، وهو الدرس الثالث من دروس الوحدة الثالثة، المهن المستقبلية في العالم الافتراضي. طبعا المهن المستقبلية كثير منها الآن صارت واقع وصارت تطبق بشكل واقعي، وإحنا حكينا إنه العالم الافتراضي كثير من الناس، يعني إذا أنت استطعت أنك تستخدمه بطريقة صحيحة بإمكانك من بيتك تحصل على المال وتشتغل من بيتك بمساعدة أو من خلال العالم الافتراضي دون الحاجة أنك تروح على مقر عمل معين أو يكون لك محل أو مؤسسة معينة من خلالها تجني المال. معطينا هنا ملاحظة، أصبح بالإمكان المواءمة بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، كيف يتم ذلك؟ أوضح هذه النقطة من خلال أولا استثمار إمكانيات العالم الافتراضي لامتهان تلك المهن. النقطة الثانية، أصبح من السهل إبرام العقود وتنفيذها. النقطة الثالثة، أصبح من السهل تبادل الأعمال والأموال من خلال العالم الافتراضي. طبعا تبادل الأموال عارفين كيف، من خلال العالم الافتراضي عن طريق الإنترنت أو عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية اللي هي فعليا بتشتغل عن طريق العالم الافتراضي. مثال عليها اللي هو مثال صغير صغير اللي هو الATM، الصراف الآلي، بيشتغل من خلال العالم الافتراضي، بتستطيع من خلاله تدخل أموال على البنك، تسحب أموال، تحول أموال. أصبح طبعا برضو تنقل أموال من خلال العالم الافتراضي عن طريق فكرة البيتكوين وعن طريق فكرة الآن جديد الفيسبوك بدها تسوي إلها عملة، ومن خلال حسابك على الفيسبوك أو حسابك على الواتساب بإمكانك تحول أموال وتمتلك الأموال وتستثمر أموالك من خلال موقع الفيسبوك، يعني بين قوسين العالم الافتراضي أو مواقع التواصل الاجتماعي. الآن احنا بنحكي عن العالم الافتراضي اللي هو عبارة عن الانترنت أو مواقع الانترنت، هذه فكرة العالم الافتراضي. طب شو معنى استثمار إمكانيات العالم الافتراضي لامتهان تلك المهن؟ يعني العالم الافتراضي بيعطيك إمكانية مثلا إنك تستطيع تنشر لأكبر عدد من الناس فكرة معينة، فممكن إنك تعمل مثلا جروب على الفيسبوك، الفكرة اللي حكيناها في الدرس الماضي، ممكن تعمل جروب على الفيسبوك خاص فيك ويكون لك منتج أنت بتنتجه في بيتك أو فكرة معينة أنت بتسويها في بيتك دون تروح على مقر عمل معين، وممكن تسوي كلها من خلال العالم الافتراضي. والأمثلة كثيرة على الموضوع، إبرام العقود وتنفيذها النقطة موضحة نفسها وواضحة، تبادل الأعمال والأموال النقطة الثالثة من خلال العالم الافتراضي. الآن بنيجي على أذكر بعض المهن التي يتم مزاولتها عبر العالم الافتراضي. المهنة الأولى اللي هي التجارة الإلكترونية، وكثير حكينا عن نقطة التجارة الإلكترونية. المهنة الثانية تصميم المواقع الإلكترونية. المهنة الثالثة تصميم الوسائط المتعددة. كل هذه المهن لما أجى العالم الافتراضي أوجدت بسبب وجود العالم الافتراضي، يعني العالم الافتراضي خلق مهن ما كانت موجودة. وعلى فكرة رواتب المبرمجين والناس اللي بيشتغلوا في عالم الافتراضي عالي جدا وممتاز جدا ومحترم. مهنة إدخال البيانات، مهنة البرمجة، صيانة الحاسوب والشركات الشبكات، برضو هذه بعد وجود العالم الافتراضي وجدت هذه المهنة. وآخر مهنة اللي هي مهنة المستشار في الإنتاجية. خلينا نناقش نقطة نقطة ومهنة مهنة من هذول المهن. النقطة الأولى، التجارة الإلكترونية تعد أحد المهن التي يتم مزاولتها عبر العالم الافتراضي، وضح ذلك. طب كيف إحنا نستطيع أن نمارس التجارة اللي هي بين قوسين اسمها التجارة الإلكترونية من خلال العالم الافتراضي؟ من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، إحنا نستطيع استيراد بضاعة مناسبة لرأس المال وحفظها في مخزن داخل البيت والإعلان عنها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كثير من الناس الآن عن طريق أمازون أو غيره، أو مش خلال أمازون، كثير من الناس مثلا والله أنا عن طريق الإنترنت أنا بستورد مثلا جاكيتات أو بستورد ملابس، أو مثلا عن طريق الإنترنت أنا بجيب جوالات وبدفع برضو بطريقة إلكترونية عن طريق الفيزا كارد بالطريقة الإلكترونية،
بدفع ثمنها، وأكيد عن طريق الإنترنت خصوصا من الصين راح يكون سعرها قليل جدا، أقل من سعر السوق، أو هذا المنتج مش موجود في السوق. فبالتالي كثير من المنتجات، بالذات المنتجات اللي بتلزمنا إحنا في مجالنا، مش موجودة في السوق، فبالتالي أنا بجيبها عن طريق الإنترنت وممكن أجيب كمية وأستطيع أتاجر فيها، وراح تكون المربح فيها ممتاز من خلال البيت. أنا بجيب الأغراض على البيت وبعلن على الفيسبوك متوافر مثلا المنتج الفلاني اللي بده، أنا معي سواق معين بوصل لك إياه لباب بيتك، والربح فيه ممتاز وقوي جدا. هذا النوع من التجارة. طيب النقطة الثانية، استثمار مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق بضاعة ينتجها الشخص. يعني أنا عندي في الدار مثلا بنتج أجبان، ألبان، مخللات، ممكن مثلا في البيت النساء بنتج مثلا نوع حلوى معينة، اي شيء من هالمنتجات، مثلا اكلات معينه مثل الاكلات الصيفيه، وبعلن على الفيسبوك، بسوي جروب انه يا جماعه متوفر عندنا هذا المنتج، اتواصل معي على الخاص، مش هيك بيحكوا؟ والمنتج اما بتيجي بتاخده انت او انا بحط لك اياه في مكان معين. كثير من الناس مثلا بتكون عنده مثلا جهاز سي ان سي مثلا، او مثلا جهاز طابعه متطوره، بكون حاطها في بيته مش مضطر انه يستاجر، وبعرض او مثلا طباعه كاسات او غيره على جروبات الفيسبوك انه هذه المنتجات انا بستطيع اسويها، واي انسان بدفع الثمن وبسلم ضاعته. برضه ممكن تكون السلعه عباره عن خدمه. يعني كيف خدمه؟ والله انا مثلا محترف في الفوتوشوب مثلا، بسوي لك اي تصميم وببعث لك اياه مقابل تحول المبلغ بطريقه الكترونيه او بطريقه يدويه. يمتهن ذلك العمل كل من تخصص في مجال التجارة الإلكترونية، وبرضه مش شرط انك متخصص في التجارة الإلكترونية، عندك خبرة في هذا المجال هي التجارة الإلكترونية لو كانت قليلة. اذا من يستطيع امتهان مهنة التجارة الإلكترونية؟ اول شيء المتخصص، اثنين الشخص اللي عنده خبرة في ذلك، ثلاثة شخص امتلك مهارات خاصة في التصنيع الغذائي البيتي، طبعا مهارات خاصة في مجال التصنيع البيتي، يعني التصنيع البيتي حكيت لكم تصنيع الطعام او اي خدمات اخرى تستطيع تقدمها في البيت. يعني ممكن مثلا انت عندك موهبة برمجة صفحات الويب، تستطيع من بيتك انك تصمم صفحات ويب وللي بده، او مثلا مهنة انك مبرمج مثلا، تبرمج برامج من بيتك دون ما يكون لك مكتب، وتتواصل مع الزبائن من خلال الانترنت وتسلمهم السلع بطريقة او باخرى، وانت تسلم المال باي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو كانت طريقة يدوية. النقطة الثانية اللي هي تصميم، صار بعد وجود العالم الافتراضي اللي هو الإنترنت مهنة اسمها تصميم المواقع الإلكترونية، وصراحة هذه المهنة يعني بشكل عام مهنة المبرمجين مفقودة، مش في مجتمعنا، بشكل عام في العالم هذه المهنة مفقودة ومطلوبة. فبالتالي اللي بيحترف تصميم مواقع الإلكترونية وظيفته وين مكان بيلقاها، ورواتبها جزيلة ورواتبها عالية، وبتستطيع النقطة اللي حكيتها قبل شوي انك من خلال بيتك تسوي لك صفحة على الانترنت او موقع صفحة على الفيسبوك، وتستطيع تسوق انك انت ممتلك هاي المهارة وتصمم من بيتك دون الحاجة انك تروح على مقر عمل معين. الان تصميم المواقع الإلكترونية من المهن التي أوجدت في العالم الافتراضي، وضح ذلك. أول إشي النقطة الأولى، تحتاج هذه المهنة إلى من يمتلك لغات برمجة المواقع الإلكترونية، أكيد مش أي واحد بيقدر يبرمج. اثنين الشخص الذي يمتلك مهارات في مجال التصميم والإنتاج. ثلاثة شخص يستطيع التسويق لعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما التسويق هو أهم إشي في أي نقطة. يعني مثلا ممكن يجيك سؤال أذكر صفات الشخص الذي يستطيع تصميم المواقع الإلكترونية، أو يستطيع امتهان مهنة تصميم المواقع الإلكترونية من خلال الواقع الافتراضي. ثلاث صفات أو ثلاث نقاط، أول إشي شخص مبرمج وبيمتلك لغات البرمجة الخاصة ببرمجة المواقع الإلكترونية. اثنين عنده مهارات تصميم وإنتاج، يعني برمجت الموقع بس برضو لازم أعرف أصممه، أجمله، أسوي له صور مرتبة، إفكتات مرتبة عشان يطلع الموقع مرتب. ثلاثة أنا عندي قدرة إني أسوق عمل، لأن التسويق أهم إشي حكيت قبل شوي، أنا مبدع وما شاء الله عني، بس أنا ما بعرفش أسوق عمل على الفاضي، فالتسويق أساس كل شيء. النقطة الثالثة اللي هي تصميم الوسائط المتعددة، عارفين شو يعني وسائط متعددة؟ يعني صورة، فيديو، ملف صوتي، مونتاج صوتي، مونتاج فيديو، هذه فكرتها. وهذه الفكرة أوجدت بعد وجود العالم الافتراضي، يعني المهنة أوجدها وجود العالم الافتراضي، كانت موجودة قبل بس العالم الافتراضي بيحتاجها، فبالتالي أعطاها قيمة أكبر.
هدف هذه المهنة مصمم الوسائط المتعددة إنتاج جميع أنواع الوسائط المتعددة لمجالات الحياة المختلفة، سواء كانت نص، صورة، فيديو، في التعليم والتسويق وغيرها. يعني مثلا كيف في التعليم والتسويق، كيف في التسويق، والله مثلا أنا بدي أسوي دعاية مرتبة للشركة الموجودة عندي، فبحاجة لواحد مونتير فيديو محترف يسوي لي الإعلان بطريقة حلوة، بطريقة مرتبة، بطريقة احترافية، فبالتالي ببحث عن شخص مونتير، وأنا ما بدي أدفع ثمن كبير للشركات، بدور على مواقع التواصل الاجتماعي بشوف شخص بيعرض منتجاته، هذا الشخص ممتاز، بتواصل معه وبدفع له المبلغ وبأخذ السلعة اللي هو بسوي لي إياها. تحتاج هذه المهنة إلى أكيد يمتلك مهارات في معالجة الصور والفيديوهات والصوت، بتعرف تصمم صوت، ما بتعرف صور، بتعرفش تصمم فيديو على الفاضي، لأنه الفيديو بحاجة لصور وبحاجة برضو لشخص يستطيع التحكم في معالجة الأصوات، وأنتوا عارفين في مونتاج الفيديو لازم برضو تكون ملم في معالجة الأصوات. إذن يستطيع يمتلك مهارات معالجة الصور والفيديوهات والأصوات ومعالجتها. ثلاثة، يستخدم برمجيات متطورة في ذلك، لأنه العلم بتوقفش، إذا أنت عندك قدرة أنك مثلا تصمم ملتي ميديا بطريقة معينة لمرحلة معينة، في غيرك سبقك في مجال الملتي ميديا، فدائما الزبائن ببحثوا عن العلم، العمل الاحترافي والأفكار الاحترافية، فأنت لازم تطور نفسك. بشكل عام أي شيء بخص الاي تي لازم تضلك دائما مواكب التكنولوجيا. يعني مثلا احنا ايام ما درسنا في الجامعة ما كان اشي اسمه اردوينو، مثلا ايام ما احنا درسنا في الجامعة او كان ايامها الاردوينو جديد يعني ما كان منتشر، ما كان اشي اسمه اب انفنتور، فبالتالي احنا بنعلم الان الاب انفنتور، لازم انضلنا مواكبين التطورات التكنولوجية عشان نلحق عليها، لانه دائما الزبون بطلب احدث اشي. طيب المهنة الرابعة اللي هي مهنة مدخل بيانات، يمكن ممارسة هذه المهنة باتفاق، عارفين شو يعني مدخل بيانات، من خلال الكيبورد تدخل مثلا معلومات معينة، عبي لي هاي المعلومات على قاعدة البيانات، عبي لي هاي الأخبار، مثلا ممكن يكون محرر إخباري، أنت مدخل بيانات على السيرفر اللي عندي أو على الكنترول بان اللي عندي. يمكن ممارسة هذه المهنة باتفاق مع إحدى المؤسسات والعمل عبر المراسلة، يعني من دارك بتشتغل. تحتاج هذه المهنة إلى مهارات التعامل مع برامج الإدخال المختلفة، سواء كانت المايكروسوفت أوفيس أو مهارات الإدخال عن طريق الكنترول بانيلز اللي خاصة في مواقع الإنترنت أو غيرها، SQL أو غيرها. إضافة إلى سرعة إدخال البيانات، أكيد أنت بتعرف تدخل البيانات أو بتعرف تشتغل على الويرد مثلا، بس مش سريع، ما بديش إياك، أنا بدي إنسان بيمتلك السرعة، لأنه بدي واحد يلحق على شغله. آخر نقطة وأهم نقطة في هذا الموضوع اللي هو المبرمجين، والمبرمجين حكيت لكم اليوم في كل العالم المبرمجين وين ما رحت البرمجة مطلوبة، وبعد وجود العالم الافتراضي، طبعا البرمجة هي قبل وجود العالم الافتراضي كانت عبارة عن برمجة البرامج والتطبيقات، بعد وجود العالم الافتراضي زادت مهنة البرمجة، سواء في برمجة المواقع الإلكترونية أو في برمجة التطبيقات اللي بتتبع المواقع الإلكترونية، تطبيقات التجارة الإلكترونية أو غيرها، لأنه الجوالات الآن التعامل معها أكثر وأسهل وأكثر رواج التعامل عن طريق التطبيقات لبناء وتصميم كيان في العالم الافتراضي، من خلال أكيد امتلاك المهارات اللازمة في لغات البرمجة وأكيد لغات البرمجة الحديثة. إذا أنت والله بتبرمج مثلاً على السي بلس بلس، اليوم موجود بايثون، موجود جافا، الناس بدهم أحدث إشي والإشي المتطور. الآن يا جماعة المبرمج بإمكان المبرمج القيام بالكثير من الأعمال، منها الأعمال اللي بيستطيع المبرمج القيام فيها، أو أمثلة على المخرجات اللي بيستطيع المبرمج يبرمجها، تصميم المواقع الإلكترونية. وإحنا في العالم الافتراضي يعني أكيد أول نقطة بدها تكون تصميم المواقع الإلكترونية. اثنين، تصميم الألعاب الترفيهية والألعاب التعليمية والألعاب اللي بتستطيع أنك تضيفها من خلال المواقع الإلكترونية أو خلال الشبكة، ألعاب الشبكة. النقطة الثالثة، التطبيقات التجارية مثل برامج المحاسبة، مثل برنامج الشامل وباقي أنواع التطبيقات. الآن بنيجي للمجال السادس اللي هو مجال صيانة الحاسوب والشبكات. بما أنه صار في عنا شركات وصار في عنا مؤسسات وصار في عنا
واقع افتراضي بحاجة لكمبيوترات وبحاجة لشبكات، معناته بدنا ناس نجيب منهم كمبيوترات، بدنا ناس يركبون أنظمة شبكات، بدنا ناس يجيبون أجهزة شبكات، بدنا ناس يعملون صيانة للشبكات، صيانة للحواسيب. فبالتالي أوجدت مهنة زيادة ومهنة جديدة اللي هو مهنة الشخص اللي بيكون بصيانة الحواسيب والشبكات. هون حكي لك العالم الافتراضي يعتمد على الحاسوب والشبكات على اختلاف أنواعها ومستواها، مستوى صغير مستوى كبير. هناك حاجة إلى مثل هذه الوظيفة التي يمكن من خلالها القيام بكل ما يأتي. واليوم في شيء اسمه أصلا مهندس شبكات، يعني الشبكات مش شيء صغير، شيء موسع لدرجة أنه صار شيء اسمه مهندس الشبكات. تمام؟ الآن عفوا، من خلال وظيفة الشخص اللي بيكون في صيانة الحاسوب والشبكات نستطيع القيام بالتالي. يعني هذا الشخص ايش بكون؟ اول اشي هذا الشخص اللي هو مهندس الحاسوب، مهندس الشبكات، فن الحاسوب، فن الشبكات، شو بيسوي لنا؟ اول اشي بيحل لنا مشاكل اجهزة الحاسوب المادية والبرمجية، والله الرام عندي انحركت المادية، والله الشاشة انكسرت، بيصلح لي اياها، ببدل لي اياها، الويندوز ضرب، تمام، بدي اعرف كرت الشبكة، فبيحل لي مشاكل مادية وبرمجية. اثنين، علاج مشاكل الشبكات، شبكات الحاسوب والانترنت والتواصل والاتصال بين الشبكات، والله الراوتر خرب، الراوتر بده برمجة، بجيب خبير يبرمج لي اياه، الشبكة عندي فيها مشكلة، اللان سويتش فيه مشكلة، بدي اعمل له صيانة للشبكة عندي، فبعالج مشاكل الشبكة. ثلاثة، حماية الاجهزة والشبكات والمعلومات من العبث والضياع، اكيد انا كونه عندي معلومات مهمة فبالتالي بدي احمي معلوماتي او الاشي من العبث والضياع، العبث اللي هي الاختراق، بعمل نظام حماية، وبرضه الضياع فبالتالي بجب كله في النظام عندي قواعد البيانات، يعمل لي ريكفري، يعني يعمل لي نسخة احتياطية، حط لي سيرفر خاص بالنسخ الاحتياطية وهذه الأمور. آخر نقطة اللي هي مستشار في الإنتاجية، وفكرة المستشار في الإنتاجية جميع الشركات المحترمة موجودة عندها الوظيفة، مستشار غذائي أو مستشار إنتاج أو مستشار تسويق، لها كثير تسميات، معطيك نقاط وضح هذه النقطة. الإنتاجية تعتبر هدف كل عمل وظيفي، يعني أنا باجي بشتغل مثلا ليش؟ مش مشان تكون عندي إنتاجية وفي النهاية يكون إلي مردود. يعني أنا ليش مثلا بشتغل مصمم مواقع عب وبتعب حالي وبتعب نظري وبتعب ظهري في القعدة؟ مش مشان يكون عندي مخرجات وإنتاجية ويكون إلي مردود. فبالتالي هدف كل عمل وظيفي والأهداف تنبع من النتاجات. النقطة الثانية، ثلاثة، لكل عمل نتاج، يعني أنا ليش ببرمج موقع ويب؟ عشان يطلع موقع ويب وبالتالي يجي مردود مالي. ومن هنا تظهر الحاجة إلى مثل هذه الوظيفة التي من شأن إعادة تقييم الإنتاجية وطرق تطويرها وتحسينها والارتقاء بها إلى مستوى أفضل. اليوم يا جماعة مستشار الإنتاجية صار في كل نقاط حياتنا، لدرجة إن أنا شفت مجموعة شباب مسوين مكتب استشاري لخدمات الفيسبوك. تيجي كله هو خدمات الفيسبوك بدا مكتب إنتاجي؟ أنا عندي شركة والشركة بدي أنزل منتجات على الفيسبوك، فهذه بتيجي بتأخذ صفحتي بتعملها إعلانات ممولة، بتنزل المنتجات بتصميمات قوية، فيديوهات قوية، بأسلوب تجاري، تمام؟ فبناء على هذا النتاج اللي بيكون في هذا المستشار، أنا الناس بيعرفوا والناس بيقتنعوا بسلعتي، فبالتالي بيجوا عندي أكثر، فبيكون عندي مردود مال زيادة. والمستشار في الإنتاجية من أهم الأمور ومن أهم الوظائف، حتى في الأمور البسيطة إذا على مستوى صفحة فيسبوك مش على مستوى الشركة أو على مستوى مؤسسة. لعند هون إخواني بنكون خلصنا هذا الدرس، ومنيجي لأسئلة الدرس. وملاحظة على الهامش، أسئلة الدرس مهمة جدا، كمان مرة أسئلة هذا الدرس تحديدا مهمة جدا. ولو أنا بدي أحط أسئلة توجيهي، سؤالين على القليل من أسئلة هذا الدرس، لأنه أجوبتها مش موجودة أو قسم منها مش موجود في الكتاب. فبالتالي انتبهوا لأسئلة الدرس، وأنا راح أضيف لكم الإجابة النموذجية إن شاء الله، رابطها مع الفيديو على شو عشان تشوفوا الإجابة النموذجية لهذا الدرس ولجميع دروس الوحدة. منيجي لأسئلة الدرس، أسئلة الدرس الرابع، خلينا بس نشغل أسئلة الدرس الرابع. هذه عبارة عن الإجابة أو عفوا إجابات الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، هاي الإجابة النموذجية اللي وزعوها لجنة المبحث. السؤال الأول، اذكر ثلاثة من آليات نقل الأموال بين شركة تجارية وزبائنها مع تحديد أبرز الفروق بينها. يعني جماعة آليات نقل الأموال، أنا بدي أنقل أموال، أنا كزبون بدي أعطي مال لتاجر علشان مقابل خدمة معينة، شو الآليات؟
الآلية الأولى بعطيها كاش، تمام، هاي المقصود في الآلية، أو بعطيه شك أو عن طريق الفيزا، هذا المقصود بالسؤال. افهم السؤال بتجاوبوه لحالكم. خلينا نشوف الإجابة النموذجية. طبعا ممكن أنت تضيف نقاط من عندك بما أنه هذا السؤال هذا السؤال مفتوح، تمام، يعني مش موجود له إجابة في الكتاب. أول شيء الدفع النقدي أو الشيكات، الفرق بينهن اللي هو الدفع النقدي دفع مباشر، والشيكات برضو يعتبر دفع مباشر، يعني انت مباشرة بتعطي شك انك اعطيته مصاري، والشك ممكن مبلغه 1000، الزلمة عليه دين 1000 لواحد ممكن برضو يرضى يعطيه الشيكات. اثنين الفيزا كارد، تعريفها هي بطاقة الكترونية مرتبطة مع الحسابات البنكية تساعد على استخدام المال المتوفر في الحساب مقابل مبلغ بسيط اللي هو مبلغ مقابل الخدمة، تمام. الماستر كارد اللي هو عبارة عن بطاقة عالمية بيشبه الفيزا كارد، بطاقة عالمية تصدر بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية توزع تحت العلامة التجارية ماستر كارد. طبعا أنا ما بدي أشرح لكم معناه لأنه هذا مش موضوع. يتم التحكم في الائتمان الممنوح لحاملي البطاقة عن طريق المؤسسات المالية، بتكون هي مؤسسات مالية قوية، الشركات مش شرط شركات مالية، ممكن تكون مثلا شركة زي أمازون مثلا، شركة ومعها مصاري زي فيسبوك، تمام، وبتدعم هاي الماستر كارد، ومن خلالها أنت بيكون إلك رصيد معين أو بتشتري بطاقة معينة وهذه البطاقة فيها رصيد معين، ومن خلالها انت بتدفع عن طريق الجهاز او عن طريق رقمها بتدفع المصاري. انت بدك تسوي اعلان ممول في الفيسبوك، كيف بدك تعطي مصاري للفيسبوك؟ عن طريق الماستر كارد او الفيزا كارد. ثلاثة التحويل البنكي، عارفين شو معنى التحويل البنكي؟ بتحول مصاري من بنك لبنك. في مثلا طريقة للويسترن يونيون اللي هي شركة طبعا بتأخذ مبالغ مقابل هاي الخدمة، بتوصل لأي مكان في العالم نفس اللحظة، يعني بتتصل على صاحبك روح على فرع الويسترن يونيون مثلا موجود في لندن، أنا الآن بدي أحول لك $100، مجرد ما تحوله ببين اسمك عنده بنفس اللحظة، ما هي شبكة واحدة. شبكة تقدم طبعا هي أسرع شبكة في العالم، الخدمات الخاصة بالمعاملات المالية، خدمات الاتصال بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم. هاي معطيك الإجابة النموذجية 4 طرق. ثلاثة اقترح 3 وظائف يمكن العمل بها في العالم الافتراضي غير ما وجد في الدرس. في الإجابة النموذجية غير ما ذكر، وضح مبررات أي اقتراحات من الطلبة مقبولة لكن يجب مناقشتها. من الأمثلة التي يمكن طرحها مثلا معطيك مصمم تطبيقات الأجهزة الذكية، المبررات يعني هنا السؤال معطيه مفتوح إلك، نسبة من يمتلكون مبرر هذه المهنة، نسبة من يمتلكون الأجهزة الذكية عالية، أي تطبيق يقدم الخدمة بجميع أنواعها يكون مطلوب، مردودها المالي ممتاز. النقطة الثالثة، ما الوظيفة التي تطمح للعمل فيها للمستقبل؟ كيف يمكن العمل فيها بالعالم الافتراضي؟ أظن هذا السؤال سؤال شخصي إلك أنت. النقطة الرابعة والسؤال الرابع، تعمل كثير من الأسر الفلسطينية إنتاج مواد غذائية، النقطة اللي حكيناها، وقد تكون أسرتك إحدى تلك الأسر، المطلوب القيام بما يأتي، زيارة ميدانية، وضح مخطط تفصيلي. برضو هذا السؤال أظن أنه برضو متروك إلك، يعني هي معطيك مثال مثلا الأسرة تنتج مخللات على اختلاف أنواعها، بتنتج صفحة على الفيسبوك ويكون عنوان الصفحة اسم جاذب مثلا بيدك اصنع غذائك، النشر من خلال صفحات المنتجات مع صور المنتجات، التشجيع على شرائها من خلال العروض، يظهر للمتصفح طريقة التواصل معك، تعطي رقم تلفونك او صفحة الفيسبوك علشان يقدر يتواصل معك ويأخذ المنتج. خلصنا اسئلة الدرس، نيجي على اسئلة هذه الوحدة. اي الاتية يعد من المواقع الساكنة؟ هذا سؤال مهم، اللي هو أكيد المواقع الشخصية مش الاجتماعية ولا التجارية ولا الإعلامية، اللي هي نقطة. ما مجال نشاط الموقع .government؟ مجاله بما أنه حكى لك .government إذن حكومي، اللي هي نقطة جي. أي من الآتية، طبعا هون هاي إجابات موجودة، إجاباتهن موجودة هنا. أي من الآتية تعد من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي؟ تتعدى الزمان والمكان، تواصل بين الأفراد العائلة، حاجتها لهواتف ذكية متطورة، استخدامها مقتصر على فئة الشباب. الجواب اللي تتعدى حدود الزمان والمكان، اللي هي موجودة عندنا. طيب هذول أسئلة مهمة، الضع دائرة دير بالكم عليه، دير بالكم على الضع دائرة. أي من الآتي تعد ممارسات غير آمنة عند استخدام التواصل الاجتماعي؟ نشر فيديوهات تعليمية؟ لا، آمن.
نشر صور للعائلة اللي هي نشر صور للعائلة يعد استخدام غير آمن، وإحنا كلنا عارفين السبب. تمام، مشاركة بطاقة المعايدة التحقق من الأفراد قبل إقامة صداقة معهم اللي هي طبعا هذه يعتبر إشي آمن. تمام، غير آمن نشر صور العائلة. تمام، ما المهنة التي يمكن القيام فيها في العالم الافتراضي؟ الخياطة، الطبخ، التسويق، الإنتاج الحيواني. أظن الإجابة اللي هي جيم اللي هي التسويق. النقطة السادسة، ما المهنة التي تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة؟ تصميم صور والألعاب، برمجة، تصميم صور الألعاب تش فيه برمجة. إدخال البيانات، معالجة البيانات، تصميم المواقع الإلكترونية. الإجابة راح تكون دال اللي هي أي من الآتية تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة. ملاحظة، يتم تصحيح السؤال، لا تحتاج. تمام، لا تحتاج أي من المهن لا تحتاج إلى مهارة في مجال البرمجة اللي هو مدخل البيانات. مدخل البيانات لا تحتاج إلى مهارة. طبعا هنا في غلط، حط لك ملاحظة يجب تصحيح السؤال. تصميم الألعاب، تصميم الصور مش بحاجة، بس تصميم الألعاب بحاجة إلى برمجة، تصميم المواقع بحاجة إلى برمجة، معالجة البيانات أحيانا برضو بحاجة إلى برمجة إذا أنت بتعالج البيانات من خلال SQL لغة برمجة. إذا مدخل البيانات. في سؤال هنا لك صديق تخصص هندسة معمارية طلب منك تقديم النصيحة كيف بتقدم عنه في الجانب الافتراضي، بماذا تنصحه؟ طبعا هو المقصود الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يمكن وضع إعلانات وجزء نشر جزء من أعماله. السؤال الثالث، ما الوظيفة التي، هذا سؤال مفتوح لك. السؤال الرابع مهم جدا، مهم جدا 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 جدا، وأظن أجا في أسئلة سنوات سابقة. ما المقصود بالجرائم الإلكترونية؟ ما المقصود بالجرائم الإلكترونية؟ الجرائم التي تتم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وأبرزها الإنترنت، مثل الابتزاز الأشخاص عبر الإنترنت، السرقة عبر الإنترنت، هاي جرائم إلكترونية. وهذا السؤال أجا سابقا، فبالتالي ركزوا على السؤال ألف. طيب السؤال با، هل توفر دولة فلسطين قضاء خاص بالجرائم الإلكترونية أو في قانون اسمه قانون الجرائم الإلكترونية؟ اذكر بعض الأمور التي تعد جرائم إلكترونية. برضو هذا السؤال أظن أنه أجا مهم جدا. نقطة جيم اللي هو مثل التشهير بشخص ما، التحريض على عمل الإرهابي، التهديد، دبلجة الصورة نشرها للأشخاص، كل ذلك يتم من خلال الإنترنت. آخر إشي، أكتب تقرير عن أنواع الجرائم الإلكترونية. هذا الموضوع متروك لك. موجود هنا مشروع الوحدة، صمم موقع إلكتروني، هذا بدياكم تشتغلوا أنتوا لأنه شرحناه. صفحة هيك بيجي طريقة السؤال الامتحان، ركزوا لي عاد. السؤال الامتحان بيجي بهذه الطريقة، بقول لك الصفحة الرئيسية، الصفحة الأولى خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن صورة ونصوص، بكون هو ضيف لك إياها. الصفحة الثانية خاصة بمواقع إلكترونية مفيدة مع روابط، هو بكون معطيك إياها في السؤال، وبقول لك راعي لي انشئ روابط، فعل روابط بين الصفحات اللي هن نافيجيشن بار، فعل الروابط، عمل لمسات جمالية مناسبة، ونشر الموقع اللي هو ببلش، وحفظ اللي هو سيف. ولعند هنا إن شاء الله بنقول إنه إحنا ختمنا مناقشة كتاب التكنولوجيا للفرع الأدبي والتجاري وجميع الفروع لدى العلم والصناعي. أي استفسار إلكم يا جماعة ضيفوه على الفيديوهات في التعليقات، أنا بقرأ التعليقات وراح إن شاء الله أجاوب عليها. بتمنى انه تكونوا استفدتم من الشرح اللي انا قدمت لكم اياه. اي شيء بدك اياه بتضيفه على الفيديوهات، سؤال بجاوبك عليه، او على الجروب تبعنا برضو بجاوبك عليه. وان شاء الله ربنا يوفقكم وعينكم. ولعندهم بنقول اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والله يعطيكم الف عافية.